علشان نقدر نوصف الفوتون انتراكشنز وذ ماتر لازم نبتدي نتكلم على نوتيشن محدده نبتدي نستعملها واحنا بنديسكرايب الانتراكشنز دي. وعامة بيبقى في number of different ways in which a photon can interact with an atom. النوتيشن اللي احنا هناخدها هي عبارة عن حاجة بالشكل ده كده، بين قوسين هيبقى فيه حاجة كما حاجة تانية. الحاجة الأولانية دي هي الانسيدنت فوتون، يعني دي الانسيدنت ray اللي داخلة، والحاجات اللي هنا لو في عندي حاجة واحدة أو أكتر من حاجة بيبقوا عبارة عن results of the interaction. لو خدنا مثال على كده، جاما كما جاما معناها ان انا عندي initial and final photons of the same energy. لو انا كنت قلت هنا بدل ما هي في جاما وجاما في جاما وجاما داش، معنى كده ان في جاما of different energy هتطلع بره. لو عندي جاما كاما اي معنى كده ان انا دلوقتي ال incident photon اللي energy بتاعته جاما هيطلع لي نتيجة ليها electron e وthat's it. نبتدي بقى ناخد أمثلة محددة على interactions بعينها علشان نبتدي نوصف ال interactions دي هتشتغل ازاي. أول effect من ال interactions دي هو ال photoelectric effect، وده في بيحصل إن photon بيبقى absorbed by the atom and a single electron is ejected. يعني basic نقدر نوصفه بجاما كاما E. اوكي طبعا عندنا لازم يبقى في بالانس اوف انرجي، لازم الكونسرفيشن اوف انرجي المفروض يكون موجود. لو انا اعتبرت الانرجي اللي داخله التوتال انرجي بتاعتها اتش نيو نوت، اوكي بيسكلي لازم كل حاجه طالعه لازم تبقى التوتال بتاع الانرجي بتاعتها بتبقى برضو ايه اتش نيو نوت. فنقدر نقول عليها ان اتش نيو نوت دي بتساوي تي الكترون اوكي بلس بي. التي الكترون دي هي يعني بي اول حاجه هي البايندنج انرجي اللي هي بنحتاجها عشان نحرر الكترون من الذره، والتي الكترون اللي هي الكاينتيك انرجي اللي هو بياخدها الالكترون ده وهو طالع. بمعنى انا ممكن المينيموم بتاع الاتش نيو نوت لازم يبقى بي، لان لو ما كانش الاتش نيو نوت اكبر من بي مش هقدر اصلا احرر الالكترون عشان يطلع بره الاتوم. بعد كده اي انرجي زياده بتضيف لي كاينتيك انرجي للايه للالكترون اللي طالع دوت. الفوتوإلكتريك كروس سكشن هنسميه تاو. طبعا اتفقنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت ان الكروس سكشن ده هو عباره عن probability of interaction، كل ما زاد كل ما كان في probability ان يحصل الانتراكشن ده اكتر. السكند انتراكشن هو الكومبتون والانكوهيرنت سكاترينج. اللي بيحصل في الكومبتون سكاترينج ان بيبقى في عندي انسيدنت فوتون وبيطلع نتيجه ليه حاجتين، يعني فوتون تاني بانرجي مختلفة زائد الكترون. فلو احنا عملنا بالانس اوف انرجي برضو زي ما عملنا قبل كده هيبقى اتش نيو نوت اللي هي الانرجي الانسيدنت هتساوي اتش نيو هي بتاعت الجاما داش اوكي زائد تي الكترون زائد البايندنج انرجي. طبعا تاني علشان يبقى في عندنا هنا يعني البالانس بتاع الانرجي ده لازم يتحقق، فلازم مجموع التلات حاجات دول يبقوا بيساووا الانسيدنت انرجي اللي جايه لي من الفوتون الاصلي. الكروس سكشن بتاع الكومبتون سكاترينج هنسميه سيجما سي. الانكوهيرنت سكاترينج بقى هو كومبتون سكاترينج فروم اول ذا الكترونز ان ذا اتوم وذ كروس سكشن سيجما انكوهيرنت. اوكي فمعنى كده ان احنا بنتكلم على الكومبتون سكاترينج بيبقى جاي من سنجل الكترون ده من كل الالكترونز، فمعنى كده ان يعني ممكن احنا نقول ان ده عباره عن سميشن بتاع كل الكومبتون سكاترينجز اللي بتحصل لي من كل الالكترونز الموجوده في النواه اللي عندي او في موجوده في الاتوم اللي عندي. في انتراكشن تاني اسمه كوهيرنت سكاترينج. اللي بيحصل فيه ان الفوتون نفسه بيبقى elastically scattered from the entire atom. اللي بيحصل فيه فعليا ان انا الفوتون اللي جاي لي دوت بس بيغير اتجاهه من غير ما يغير الانرجي بتاعته. يعني في الاخر اتش نيو نوت اللي هي الانرجي الانسيدنت بتاعت الفوتون الانسيدنت هي نفسها الانرجي بتاعت الفوتون اللي هو scattered من الاتوم. الكروس سكشن بتاع الكوهيرنت سكاترينج بنسميه سيجما كوهيرنت، سيجما سي او اتش. في نوع تاني من الانتراكشنز بنسميه الانيلاستيك سكاترينج. اللي بيحصل فيه ان الفاينل فوتون او بمعنى صح ان الفوتون انسيدنت بيطلع لي فوتون من النواه سكاتر برضه دايركشن مختلف، بس الانرجي بتاعت الفوتون ده مش زي الالاستيك سكاترينج بتبقى مساويه للانسيدنت، لا بتبقى مختلفه شويه عن الانسيدنت.
اوكي. وده ممكن يبقى في اسباب كتير عشان نقدر نفسره، وده بيحصل لنا حقيقه في حاجات زي الفلورسنس والرامان سكاترنج زي ما كنا بنتكلم عليه. مش عارف لو احنا فاكرين الرامان سكاترنج في شابتر 14 كنا بنتكلم ان ممكن يبقى في عندنا ستوكس وانتي ستوكس انرجيز، يعني واحد ممكن يبقى اقل شويه من انرجي الانسيدنت وواحد يبقى اكتر شويه، وده بيبقى كاركترستيك للايه للكومباوند بتاعنا. في الفلورسنس بالذات ممكن يبقى عندنا مثلا جاما واحده انسيدنت ويطلع لنا اثنين فوتونز، او يطلع لنا اثنين فوتونز بانرجيز مختلفه، او اثنين فوتونز بنفس الانرجي، او ثلاثه فوتونز بنفس الانرجي. فطبعا في عندنا يعني رينج اوف يعني فاريشنز للانيلاستيك سكاترينج. يعني احنا بالنسبه للاكس راي لما نيجي نتكلم على الاكس راي بالذات مش هنلاقي ان احنا بنتكلم قوي على الحاجات اللي زي كده. اخر انتراكشن عندنا هو البير برودكشن، وده بيحصل بس في الهاي انرجي لما يكون الانسيدنت فوتون عنده هاي انرجي. واللي بيحصل فيه ان هو سنجل فوتون بيطلع لي بوزيترون زائد الكترون. اوكي، سينس ات تيكس انرجي تو كرييت نيجاتيف الكترون اند بوزيتيف الكترون اور بوزيترون، ذا ريست انرجيز ماست بي انكلودد ان ذا انرجي بالانس. اوكي، يعني بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان احنا فعليا يعني الانرجي بتاعتهم اللي هي مقابله للام ام سي سكوير اللي هي من الريلاتيفيتي، فاكرين الانرجي بتساوي ام سي سكوير، هناخدها في اعتبارنا في البالانس اوف انرجي. اوكي، يعني هيطلع لنا الكترون ببالانس اوف انرجي او الانرجي بتاعته اللي هي المقابله للماس بتاعته عباره عن ام اي سي سكوير زائد الكاينتيك انرجي بتاعته، زائد هيطلع لي ده طبعا ده البوزيترون ده اسف عشان هو تي بوزيتيف يعني بوزيتيف الكترون، زائد الالكترون بتاعي بكينيتيك انرجي تي اي زائد الانرجي المقابله للماس بتاعته اللي هي ام سي سكوير بتاعته. طبعا نلاحظ ان الانرجي بتاعت اللي هي الالكترون والبوزيترون الاثنين قد بعض بالنسبه للماس لان الماس بتاعتهم قد بعض. فالاتش نيو نوت لازم تساوي تي بلس بلس تي ماينس بلس توايس ام اي سي سكوير. نلاحظ حاجه مهمه قوي ان احنا الكينيتيك انرجي طبعا ممكن تساوي صفر ما فيهاش مشكله، انما دي لا يمكن تساوي صفر. فالمينيمم بتاع اتش نيو نوت اللي يعمل لنا بير برودكشن لازم يبقى على الاقل توايس ام اي سي سكوير، ده بنتكلم على حوالي 1.02 ميجا الكترون فولت. الكروس سكشن بتاع البير برودكشن اتعرف الناس ان هم يسموه كابا. لو احنا بصينا بقى على الانرجي ديبندنس بتاع الكلام ده على اكزامبل بارتيكل او اكزامبل اتوم زي الكربون اللي هي الزي بتساوي 6، الزي بتاعتها بتساوي 6، الاتوميك نمبر بتاعها بيساوي 6، هنلاقي ان احنا دي القياسات بتاعتنا اللي موجوده. اوكي، القياسات اللي هي عباره عن دوائر كده، وراسم لنا هنا تحتيها الكيرفات بتاعت الايدياليستيك، مثلا هنا التاو دي اللي هي الفوتوالكتريك افكت، السيجما كوهيرنت يعني كوهيرنت سكاترينج، الان كوهيرنت سكاترينج، الجزء بتاع البير برودكشن في الاخر خالص اللي هو الكابا في الاخر خالص. هنلاقي ان هو في الاول خالص لغايه مثلا بنتكلم على اولموست مثلا 100 الكترون فولت 100 كيلو الكترون فولت مثلا، هنلاقي ان البير برودكشن الفوتوالكتريك افكت اولموست ايدنتيكال للكيرف اللي طالع. بعد كده في الانرجيز اللي هي المعتبر اللي هي انترميديت انرجيز نبص نلاقي ان الانكوهيرنت سكاترينج هو اللي بيبقى دوميننت. بعد شويه لما الانرجي بتاعتنا تكبر قوي هلاقي بقى ان البير برودكشن هو اللي يبقى دوميننت. نلاحظ طبعا ان في هنا عندنا جامب، جامب تي طبعا ممكن هنفسرها بعد شويه، يعني دي لها علاقه بان انا كنت مثلا باخد الكترون من اوربت معين او من انرجي ليفل معين، دلوقتي باخد واحد تاني اكتر منه، واحد تاني مختلف عنه، فيا اما هاخد ده يا اما هاخد ده. اوكي، فالنقطه ان الجامب دي هنتكلم عليها بعد شويه وهنعرف بالظبط دي قيمتها بتساوي كام بالظبط.